تم تخصيص 500 درجة وظيفية في شركة توزيع المنتجات النفطية. وقع حصة محافظة نينوى 50 درجة وظيفية من وزيع الوقود. الدرجات تم تخصيصها من قبل الشركة على الملاك الدائم. سوف يتم البدء بالتقديم طلبات من يوم 1/12 لغاية 15/12/2019 على المتقدمين تقديم عبر موقع الشركة، شركة توزيع المنتجات النفطية. هناك شروط وضوابط: أن يكون المتقدم من خريج الابتدائية وخريج المتوسطة فقط، كون شركتنا تم يعني حصلت هذه الموافقة على هذه الدرجات فقط. أما ما يخص العمر، فإن العمر المتقدم من مواليد 1985 لغاية 1993. نعم نعم، فيها نقاط تقديم وإعلان ومقابلة. تم تخصيص لجميع الأقضية والنواحي، تم تخصيص لكل قضاء درجات وظيفية لكي لا يحصل غبن في قضاء على غرار قضاء آخر. هل متأملين أنه تجيكم درجات أخرى؟ إن شاء الله. بعد إعلان، بعد قرار مجلس النواب بتقليص سنوات الخدمة من 63 إلى 60، سوف يكون هناك شاغر في جميع دوائر الدولة ومنها وزارة النفط. يعني مثل احنا فرع نينوى اليوم تقريبا 150 موظف سوف يخرجون خارج الخدمة. هذا اكيد راح يصير هناك حركة في الملعب.